هو ليس صعود بل ورجوع للمكان الطبيعي، لأن فريق الدفاع الحسن الجديدي منذ التأسيس ديالو سنة 1956 قضى بالقسم الوطني الأول 53 سنة، يعني يعد من الفرق المرجعية والمكان الطبيعي ديالو القسم الوطني الأول. السنة الماضية مباشرة بالمقابلة الأخيرة من وقع اندحار الفريق ديال القسم الثاني، أعطينا وعد على نفسنا أمام الجماهير وأمام جميع مكونات الدفاع الحسن الجديد أننا في سنة واحدة سنقوم جميع المجهودات لإرجاع الفريق للمكانة الطبيعية. المهمة لم تكن سهلة لأنها كانت منافسة شرسة، يكفي نقولوا أن القسم الوطني الثاني هذه السنة كانت في 13 فريق اللي سبق لها بس القسم الوطني الأول، يعني بقات المنافسة الآخر ثانية، كانت منافسة صعبة جدا والحمد لله. بالمناسبة كنشكر جميع مكونات فريق الدفاع الحسن الجديد على المتابرة والجد من لاعبين وأطقم طبية وتقنية. بالمناسبة عامل الإقليم توقع مجهودات كبيرة في هذا الاتجاه، والجماهير ما نساوهاش، الجماهير يعني بكل الأطياف ديالها اللي كانت السند الكبير للفريق باش نعود للمكان الطبيعي ديالو. فريق الدفاع الحسن الجديدي ماشي غيوجد شي خطه يعني استثنائيه، هو متعود على القسم الوطني الاول. الشيء الاساسي واللي كان السبب الرئيسي في نزول الفريق هو الموارد الماليه، هي لان كانت تقريبا واحد 3 سنوات 4 سنوات ايجاف، هي اللي كانت السبب الرئيسي في تراجع الموارد الماليه. هذه مناسبه باش كنوجدوا نداء لجميع المسؤولين ديال المؤسسات الدستوريه، القطاع الخاص المتواجد بالجديده والجديده قطب اقتصادي مهم في المغرب، كلهم خصهم ينخرطوا لان الفريق مثل الجميع ديال جميع الدفاعين في يعني في جميع انحاء العالم.